تراكمونس فاجينالس، عندنا هنا كلهن تراكمونس فاجينالس. زين ناخذ واحده من عندهن. شوف المين فيتشرز، اول شيء اوفويد او بير لايكن شيب كما 3. ايش راح تشوف؟ بنيوكلاس واحده بس نيوكلاس واحده. زين راح تشوف اكو طبعا فلاجيلا كلش هواي، يعني مو كلش مبينات مرات تطلعن، بس المهم الشغله اللي تميزه انه هو اكو خط مثل خط واحد اللي هو الاكزو ستايل، بس شوي شوف انه واحد هذا. تعال على هذا. زين هذا هو الاكزو ستايل، اكو هذا خط طالع من ورا الترافوزويت. هذا شوي بس انزل شوي. اي هذا الخط اللي طالع من ورا اسمه هاي النيوكلس، سنجل نيوكلس. زين قلنا لارج، واكو كاريسومز طلعت. خليك من الكاريسومز، اهم شيء عندك الخط الواحد هذا اللي طالع برا بحته بعكسهم، هو هذا الاكزو ستايل. زين طبعا نشوف الفلاج اللي هم نفس الشيء، اكو كلهم دايركتد وان واي، واكو واحد بس طالع عكسهم. هذا يقول لك اندوليتيك ممبرين، بس مو دائما يبين يعني مو هالقد واضح. هو اهم شيء تعرف انه سنجل نيوكلس، واكو اكزو ستايل اكستندنج اوتسايد اوف ذا باراسايت. وكم هذا الشيء طيب.